النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن حاجه دائما باستمرار السيدات، بخاصه اللي هم السيده البكريه اللي هي اول حمل ليها، بتسال دايما عليها، بتقول انا عايزك يا دكتور تقول لي على ايه هي النصايح اللي انت تديها لي علشان اقدر اكمل حملي اللي هي 9 شهور كامله، بحيث ان مفيش اي مشكله او اي حاجه تواجهني، ودي تكون مهمه علشان صحه الجنين وصحه الام الاثنين مع بعض. احنا لو استعرضنا الفترة كلها بتاعت ال9 شهور بتاعت الحمل، بنقسمها ل3 شهور في الاول و3 شهور في النص و3 شهور في اخر الحمل. لو احنا اتكلمنا النهاردة، البرنامج بتاعنا هياخد ساعة بالظبط. الساعة دي لو احنا قعدنا نستعرض بس الحاجات المهمة جدا في اول 3 شهور، تقريبا الساعة مش هتكفي. فاحنا ان شاء الله الحلقة بتاعتنا دي هتبقى ايه هي الحاجات اللي ممكن النصايح نقدمها للام في ال3 شهور الاولانيين من الحمل، وبعد كده ان شاء الله في الحلقات الاخرى ممكن نستعرض بقية الشهور حتى تتم الولادة على امان باذن الله. احنا عشان نعرف يعني ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني في الحمل، لان بعد ساعات الحاجات البسيطه او يعني الست تيجي تشكي وتبقى خايفه وعامله مشكله كبيره، وتكون الموضوع ده موضوع بسيط جدا جدا. لو كان هي عندها ثقافه طبيه شويه وقرت شويه، هتلاقي ان الموضوع ده سهل جدا. لو تخيلنا بالاول خالص عشان يحدث الحمل، عشان يحصل الحمل ان شاء الله لابد ان يكون في الحيوانات المنويه بتبقى من الذكر، ولابد ان تتقابل مع البويضه اللي هي من الانثى. الحيوانات المنويه اول ما بيحصل بتنزل في المهبل بتاعت السيده، بتبقى بالملايين، 60 او 120 مليون، لا تقل عن 20 مليون. ال 20 مليون دول بيبداوا يتطحنوا تطحن وسباق ولا الماراثون، بيجروا جري رهيب جدا جدا علشان واحد فيهم بس هو اللي يقدر يتغلب على المسافة كلها ويبدأ يصل إلى البويضة ويبدأ يتم التلقيح. معنى ان في بويض او معنى ان في حيوان واحد وصل الى هذا، يبقى الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل سيلكشن لكل الحيوانات دي كلها، واختيار الله سبحانه وتعالى ادى قدره وقوه شديده جدا جدا الى قوه جامده جدا ان هي يوصل الحيوان المنوي ده الى البويضه. هنكمل الماراثون اللي احنا اتكلمنا عليه، وازاي ربنا بيختار الحيوان المناسب حتى يتم التلقيح بعد الاتصال التليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. يا دكتور انا عندي سؤال. اتفضلي. متجوزه ليا 3 سنين وعندي تغيسات على المبايض، وكل ما اروح لدكتور يعني يقول لي تغسل. اخر دكتور رحت ليه ما فيش 40 يوم، اداني بالشمس دوفاج 250 او 850 اعلى حاجه يعني. 850. يعني بعد 3 شهور تجيني، خدت البستان ب 40 يوم وجاني مغص شديد على 22 يوم بعدها بالشهر كامل الدوره، ومغص شديد في الحوض وفي اسفل الظهر، وقعد المغص ده ملازمني بفرازات بنيه. بعديها باسبوع رحت لدكتور هنا يعني في الوحده عندنا، تمام، راح عمل لي اختبار بول، اختبار حمل يعني بول. ايوه في البول، اختبار حمل في البول. ايوه وبعدين؟ الظهر يعني شرطتين عندي الدكتور، قال لي هو حمل بس حمل ضعيف ويعني يا دوب حمل بسيط يعني تجي بعد اسبوع تجين ثاني، وداني حقن سيدولات ديبوت قدهمني يعني وبرشام عشان الالم والمغص وكده، ورحت له بعديها باسبوع قلت له يا دكتور في حمل، قال لي ايوه الاشاعه بس ما ظهرش يعني حمل 40 يوم لسه ما كملش يعني، وداني برضو لبوس برونيتوجيت اللي ده يعني مسبب. تمام. انا دلوقتي يا دكتور رحت امبارح جبت الاختبار البول يعني اختبار حمل ابو 10 جنيه ده، وعملته في البيت عندي ما ظهرتش اي حاجه يعني غير شرط اني ما فيش حمل، ووقفت العلاج. انا عايزه اعرف الحقن دي السيدولات دي يعني هي تثبيت فعلا ولا يعني ده حمل فعلا يعني ولا كان دورة ولا ايه، انا عايزة افهم يعني مجانا خالص الموضوع ده. طيب ماشي اوكي، ان شاء الله هيكون خير باذن الله. طيب احنا خلينا نعرف يعني ايه التكيس المبيض او ايه التكيسات، او ليه الدكتور اداها الميتفورمين وقال لها تمشي عليه. طبعا تكيس المبيض ده هو عبارة عن المبيض فيه اكتر من كيس، بس البيضات ما بتبقى الكيس دي او البيضات دي ما بتقدرش توصل انها تبقى ماتيور ناضجة وتبدأ تخرج علشان تبدأ تحصل لها اخصاب.
نسبة الاستروجين في الحالة دي بتبقى عالية شوية، فبالتالي بتأخر الدورة للفترة اللي جاية، وممكن تقعد شهر وشهرين وتبدأ الدورة تتأخر عليها. لما بناخد الميتفورمين وبناخد حاجات تانية، الكروم والحاجات اللي هي لقيناها ان هي بتقلل نسبة السكر في الدم، لان لقوا ان سبب التكيس ده ممكن يكون ان الانسولين موجود، بس اسمها انسولين انتولرانس، يعني الانسولين ده اصلا ما بيأثرش في الجلوكوز، ما بيخليش السكر الجلوكوز ده يقدر يخش الخلية، فاحنا بنحتاج حاجات تساعد على كده. الميتفورمين بيبدأ يدخله ويبدأ يساعد عشان يبقى بيضيق الانتولرانس بتاعته دي. طيب اللي حصل ان هي حصل حمل، في حاجه اسمها عندنا اسمه حمل كيماوي. الحمل الكيماوي ان احنا بنبدا نعمل تحليل حمل في الدم ونلاقي ان الحمل موجود، ان الهرمون موجود، بس الهرمون بنسبه بسيطه جدا. يعني ايه؟ يعني ان الحمل ده حصل اخصاب فعلا، لكن ما حصلش ان الذات نفس النمو بتاع الجنين ما بداش يحصل له نمو، وما بداش يحصل ان هو يبقى يلتصق بالجدار بتاع الرحم، فبالتالي ادانا حمل الكيماويات اللي انا بحطها عشان اعمل اختبار الحمل، فاداني بوزيتيف، فبنسميه ده هو حمل كيماوي وليس حمل صحيح. وما ده ما بيستمرش وده على طول بتنزل الدوره، ولما بنعمل اختبار حمل تاني بنلاقي ده نيجاتيف. واعتقد ان ده اللي حصل بالنسبه للمريضه هي. فبالتالي احنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ لما ندي بقى الحاجات للتكيس لازم نعمل معاه منشط، ندي منشط عشان يحصل تبويض كويس، ونبدا نشوف ان شاء الله متابعه التبويض، وتمشي مع دكتور نساء يعمل لها متابعه التبويض، وان شاء الله هتحصل حمل باذن الله. نرجع للموضوع بتاعنا المهم الجميل قوي، ان احنا بنقول قدره الله سبحانه وتعالى من 60 مليون حيوان منوي بدا يا ربنا سبحانه وتعالى يختار واحد بس، وده الواحد ده يبدا يروح ويسافر مسافه طويله جدا جدا، ويبدا يوصل ويعمل اخصاب للبويضه، والبويضه تقبل هذا الواحد وده اللي تقبله، وترفض اي حيوان تاني، بحيث ان هو ده اللي هيتحده ويكون لنا الانسان الشخص اللي هو ممكن يكون. فاذا هو خصيم ومبين، يعني حاجه بيبدا يكبر ويعمل كده، وربنا سبحانه وتعالى خلقه من حاجات كلها مهينه، حاجات بسيطه جدا جدا. كون انه وصل لده يعني معناها ده الخلاصه بتاعت الاختيار الرباني سبحانه وتعالى. يبدا يحصل اخصاب في الانبوبه، الانبوبه دي لما بيحصل فيها اخصاب حاجات معينه بتتكون، البويضه بتكون خلاص، يبدا يحصل فيها اخصاب ويبقوا اثنين مع بعض. الاثنين الدماغ بتاعت الجنين بتاعت السبيرم اللي هو الحيوان المنوي والبويضه يلتقوا ويعملوا الجنين اللي هو لسه بادئ. يبدا ياخد البويضه دي تبدا تاخد رحله تاني، وتبدا ربنا سبحانه وتعالى يحطها في القرار المكين اللي هو يبدا في قاع الرحم، يبدا تتكون وتبدا تلتصق. لو حصل اي شيء يؤخر الرحله بتاعتها دي، فبالتالي البويضه دي المخصبه او الجنين يبدا يتنو في قلب الانبوبه، وتنو يكبر وينمو في الانبوبه، ويبدا يحصل حمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم ده وين تبدا تدي اعراض الحمل كلها، ولو عملنا اختبار حمل يطلع بوزيتيف، ليه نعمل سونار نلاقي الرحم فاضي مفيش فيه حاجه خالص خالص. بعد ساعات بيحصل لبس علينا لما تكون الانبوبه من ورا، ونبدا نعمل سونار بالبطن نلاقي فيه كيس في حمل كانه هو داخل الرحم، هو اصلا مش كده، فبالتالي مش داخل الرحم، فبالتالي احنا بنعمل ايه؟ لابد ان احنا نعمل سونار مهبلي عشان نقدر نحدد هل يا ترى الرحم ده فاضي ولا الكيس ده فعلا موجود في قلبي. الحمل خارج الرحم ده هي دي النصيحه اللي احنا بنقولها، لابد انها اول ما السيده تحصل تعمل اختبار حمل وتعرف ان الحمل بتاعها دوت بوزيتيف، يعني في حمل، يبقى لابد انها تتوجه الى الطبيب على طول عشان يقدر يشخص ان الحمل بتاعها دوت فعلا داخل الرحم ولا خارج الرحم. بعد ساعات بنبدا يكون اختبار الحمل ده موجود، ونلاقي نفسنا مش شايفين الجنين داخل الرحم، ونبدا نعمل زياده في نعمل حاجه اسمها اختبار حمل رقمي ونشوفه. لو الاختبار الحمل الرقمي ده اكتر من 1500 يبقى تبدا الحمل ده يبقى كويس وممكن يحصل منه، لكن اقل من كده يبقى الحمل ده برضه هيبقى ضعيف ويبدا ممكن ما يكملش الحمل. كل مرة عايزين نتابع نلاقي كل مرة احنا عملنا فرق بين كل اختبار حمل رقمي وواحد تاني 48 ساعة، فبالتالي بيحصل زيادة مضاعفة بيتضاعف. لو بيتضاعف يبقى ده الحمل ده كويس وده كده. لو الزيادة دي مش متضاعفة وزيادة ضعيفة، يبقى نبدأ نفكر ما فيش دي زيادة ضعيفة وما فيش حاجة داخل التجويف الرحمي، يبقى لابد ان هو يكون ده ممكن يكون حمل خارج الرحم، ولابد ان احنا نشخصه، لان في ثلاث حاجات ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره جدا في الحمل خارج الرحم.
لو حصل ان هذه السيده الحمل بتاعها اكتشف بدري وما فيش اي ديستربنس، يعني ما تحصلش انفجار، ما كبرش وحصلش انفجار في الانبوبه، فبالتالي ممكن ندي ادويه، الادويه دي تثبط النمو بتاع الجنين، لان ممكن لو احنا عملنا سونار هنلاقي الكيس موجود وممكن يكون في نبض وممكن يكون كده ويبدا يكبر يكبر يكبر. فطبعا الانبوبه بتبقى ضعيفه شويه والحمل بيبدا يكبر يكبر، فبالتالي كبر الزياده ده ممكن يؤدي الى انفجار الانبوبه ويحصل نزيف داخلي، فبالتالي لابد ان احنا نشخص بدري قوي قوي قبل ما يحصل انفجار ونبدا نشخص ان الحمل ده الحمد لله رب العالمين داخل الرحم ومش خارج الرحم. يبقى دي اول حاجه ممكن تقابلنا. يبقى النصيحه الاول نصيحه بعد حصول حدوث الحمل وبعد اختبار الحمل لابد ان احنا نتوجه الى الطبيب ونبدا نشوف الحمل بتاعنا ده سليم ولا مش سليم، ونبدا نسال الطبيب ايه اللي احنا هناخده. الحاجه الوحيده الدواء الوحيد المسموح به اثناء الحمل في الثلاث شهور الاولين هو حمض الفوليك او الفوليك اسيد. حمض الفوليك، حمض الفوليك ده عباره عن فيتامين بي، حاجه طبيعيه جدا ما فيش منه مشاكل جدا، احنا بنسميه كاتيجوري A يعني مسموح بيه 100% في الحمل. يفضل ان هو يتاخد قبل الثلاث شهور الاولين من الحمل دائما باستمرار عشان يبدا يؤدي الافكت بتاعه التاثير بتاعه ويبدا يعوض لو كان في نقص في الجسم منه ولا حاجه يبدا يعوضه ان شاء الله بقى. طيب نكمل بعد الاتصال. الو، صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا حضرتك. انا ليه سنه واربع شهور متجوزه يا دكتور. الو، ايوه معاكي، سامعك حضرتك. سنه واربع شهور متزوجه، خير ان شاء الله. ما حملتش يا دكتور. لما رحت للدكتور قال لي في نسبه من التكيسات بس درجه اولى. تمام. بعد كده قال لي التبويض ضعيف، فلما اداني منشط التبويض ابتدى يعني ينشط شويه. بعدين يا دكتور برضه ما حصلش حمل، مش عارفه يا دكتور، يعني مره يقول لي مره يقول لي التبويض ضعيف، مره ثانيه يا دكتور برضه بتظهر لي علامات في جسمي عباره عن مزرقه كده يا دكتور، هل ده برضه من ضعف التبويض ولا لا؟ مش عارفه الحقيقه، مش عارفه. طيب حضرتك زوج حضرتك حلل اهم حاجه؟ التحليل لا طلع طلع في ضعف في الحركه يا دكتور وشويه تشوهات. طيب اوكي، التشوهات قد ايه والحركه الضعف فيها قد ايه ما تعرفيش؟ لا ما اعرفش يا دكتور، بس هو الدكتور قال محتاج اني اتعرض على دكتور، يروح لدكتور مثلا. طيب اوكي حضرتك، طب اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله نكمل معاك باذن الله. احنا دايما باستمرار بنقول ان موضوع الخلفه هو ده طبعا بيبقى ان شاء الله باذن الله هبه من الله سبحانه وتعالى، وطالما ربنا انت بتدوري يبقى لازم هيديكي، مش ممكن ابدا مش هيديكي، لان هو اول اسم من اسمائه هو الرحمن وهو الرحيم، من رحمته بينا خلانا لو حبينا حاجه ان شاء الله باذن الله هتكون معانا كده. اول حاجه لابد ان انا اطمن على الزوج، الزوج سهل جدا جدا اطمن عليه، بيعمل اختبار تحليل سائل المنوي ونبدا نشوف العدد، المفروض ما يقلش عن 15 مليون. الحركه مهمه جدا، الحركه في حاجه اسمها A و B و C. الـ A دي اللي هي رابد بروجريسيف، دي لا تقل عن 50. ممكن في اللي هي ممكن A و B الاثنين مع بعض يكونوا 50%، لكن احنا بنقول ان الرابد بروجريسيف دي هي اللي بيحصل منها حمل. لسه كنا بنتكلم في اول حلقه ان الحيوان المنوي ده بيمشي مسافه سنتيمترات، بس هو ضعيف جدا، هو لا يرى الا بالمايكروسكوب، فبالتالي السنتيمتر بالنسبه له زي بعده بين السماء والارض، فبالتالي بيمشي المسافه دي لابد ان هو يكون الحركه بتاعته سريعه جدا، والا في نص السكه هيخلص الزايد اللي ربنا مديهوله، الاكل بتاعه هيخلص وبالتالي مش هيقدر يكمل المشوار بتاعه، فبالتالي هو ليه فتره معينه، الفتره دي بقى مهمه في السرعه عشان يوصل بسرعه وعشان يلحق البويضه قبل ما يحصل لها ايجنج وتبقى غير مخصبه غير قابله للتخصيب. فده مهم جدا الحركه. التشوه ده شيء مهم جدا، التشوه ده لو كان في تشوه، تخيلي بقى حضرتك هو دي عامل زي الحيوان اللي شكله عامل زي السمكه، ليه ديل وليه راس، الديل دي اصلا بتخليه يسبح يبقى عامل زي الطياره الهليكوبتر كده بيطير ويجري، لو حصل تشوه في الديل هو مش هيتقدم، هو مش هيتقدم ومش هيجري، فبالتالي التشوه ده ممكن ياثر، لو حصل تصوف في الهيد في الدماغ يبقى برضه نفس الحكايه مش هيحصل اخصاب، لو حصل اي تشوه في اي حاجه لابد نسبه التشوه تكون اقل من 14%.
لو زادت عن 14% يبقى دي لابد ان هو هياخد علاج ضد الاكسده، ده الانتي اوكسيدنت، يبدا ياخده ضروري جدا جدا علشان ولو كان بيشرب سجاير يقلله، لابد ان يعمل تمرينات رياضيه، يكتر من المشي، يبدا يبقى حياته رياضيه شويه لغايه لما يبدا الاشكال المعيبه او المشوهه دي تبدا تبقى. الاشكال المشوهه دي عشان يحصل حمل لابد ما تكونش في اشكال مشوهه، لو في شكل مشوه في الهيد في الدماغ مش هيحصل حمل، مش هيحصل بنتريشن تخش الدماغ جوه البويضه عشان تعمل اخصاب، يبقى لابد ان هي تكون تمام، لان احنا قلنا ان ربنا ال 20 مليون دول ربنا بيختار منهم واحد، الواحد ده الكامل اللي هو في كل الصفات اللي تؤدي الى ان البيبي ده يتكون. عشان كده احنا دايما بنقول ان طالما حصل حمل يبقى معناها ان الحيوان المرء ده سليم وكويس، مفيش مشكله على الرجل، ويبدا المشكله تبقى على السيده. حكايه تكيس الميبيا ده، نسبه التكيس دي عندنا عاليه جدا. ليه؟ لان احنا السيدنتري لايف بتاعتنا، الاكل بتاعنا، طبيعه الاكل، الهامبرجرز والاكل اللي غير صحي وكتر الحاجات اللي احنا بناخدها والدهون، كل دي بتؤدي الى تكيس الميبيا، وبالتالي فبتزود التكيس. علشان كده احنا قلنا ان هو انسولين انتولرانس، يعني الانسولين بتاعك كويس اللي جاي من البنكرياس ومفيش منه مشاكل، لكن مش عارف يشتغل، مش عارف يؤدي وظيفته، هو موجود بس مش عارف يعمل الوظيفه بتاعته، فاحنا بناخد حاجات بتساعده على انه يؤدي الوظيفه بتاعته. اول حاجه في الحاجات في التكيس، احنا لابد من الخسسان، لازم لو كان وزنك تقيل او وزنك سميك مليان لابد انك تخسي، لازم تخسي علشان يقلل الدهون وتبدا يستجيب الانسولين، يبدا يشتغل شغلته ويبدا يضيع التكيس. في يعني لو لقينا التكيس كتير قوي، يعني 4 سنين ولسه، فبالتالي لازم يكون في حاجه غير التكيس هي دي اللي موجوده. لو لقينا تكيس جامد، الافضل ان احنا بنعمل لها منظار وبنشيل الكيسات دي كلها، بنعمل حاجه اسمها بانكشر، وبيبقى المنظار ده هيبقى تشخيصي، هيشخص لنا اللي عندنا ايه، وهيبدا يطمن على الانابيب ويبدا يعالج التكيس. لو كان فيه التصاق بسيط بنبدا نفكه وتبقى ان شاء الله الموضوع كويس وسهل جدا. لازم تشخصي اكتر، انت ما قلتيش الهرمونات بتاعتك قد ايه، لابد ان احنا بنعمل شويه تحاليل. في اليوم الاولاني او الثاني من الدوره بنعمل تحليل حاجه اسمها اف اس اتش، وبنعمل ال اتش، وبنعمل اي 2، وبنعمل حاجه اسمها سيرم برولاكتين اللي هو نسبه الهرمون. في اليوم ال 20 من الدوره او 19 من الدوره بنشوف في تبييض ولا لا، فبنعمل تاني الهرمون تحليل اسمه سيرم البروجسترون، وبنعمل تي اس اتش نطمن عليك، لازم نعمل هرمون البروفيل عشان نعرف ايه اللي موجود فيك. يعني انا شايف ان حضرتك ان شاء الله باذن الله هتخليكي مع الدكتور، وان شاء الله باذن الله نطمن على الزوج، وحضرتك باذن الله نطمن عليك. نرجع للموضوع بتاعنا الشيق الجميل عشان نلحق نقول فيه حاجه بس. فالحمض الفوليك احنا قلنا بنتاخد 3 شهور من اول قبل الحمل، وبنتاخد في اثناء الحمل. السيده اول ما بتعرف قبل ما بتروح للدكتور مسموح لها انها تروح انها تاخد الحمض الفوليك. الحمض الفوليك ده مهم جدا، اول ما بتتكون الجنين او بيتكون من دماغ، ويبدا يتكون حاجه اسمها النيورال تيوب. الجهاز العصبي بتاعنا اللي هو بيتكون من العمود الفقري داخله الاعصاب كلها، وحاجه اسمها الحبل الشوكي الموجود، تكوينه ده مهم جدا جدا جدا. نقص الفوليك اسيد يؤدي الى تشوه في هذا الجنين. الامراض اللي ممكن زي النيورال تيوب ديفكت، في عامل امراض كتيره، الافضل ان احنا ناخده وبعد كده لما بنروح للدكتور، الدكتور بيكتب لنا الحمض الفوليك. دائما بنقول ما فيش اي دواء نبدا ناخده، الست الحامل دي ما تاخدش اي دواء خالص خالص غير هو حمض الفوليك. بعد ساعات بندي حاجه ادويه تعمل سيوله زي الاسبرين، ندي ده عشان يعمل سيوله. ليه بندي دايما الاسبرين ده؟ اللي بيحصل ان الدم لما بيحصل الجنين ده عشان يحصل اندغام. لو احنا تخيلنا ان كل 100 واحده سيده حصل لها حمل، 10% منهم بس اللي بتكمل الحمل، اللي بتكمل الترشول الاولي. يعني عشان يحصل اندغام، السر الالهي او قدره الله سبحانه وتعالى ان هذا الجنين المخصب عشان يحصل يخش جوه جدار الرحم، عايز قدره من الله سبحانه وتعالى، وهو ده السر اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه في تكوين الجنين. لقوا ان السيدات اللي عندها لزوجه في الدم شويه، فبالتالي الدم ما بيقدرش يوصل من الام الى الجنين عن طريق الشعيرات اللي الجنين بيبدا
يعملها زي الاخطبوط عشان يمص الدم بتاع من الجدار بتاع الرحم من لامه. فبالتالي لما بيحصل ان بناخد الاسبرين ده بيعمل سيوله ويكتر الدم كويس، فبالتالي بينعنش الجنين كويس ويمنع الاجهاض المتكرر او الاجهاض المبكر اللي هو موجود. فبالتالي احنا بتروح للدكتور والدكتور هو اللي بيكتب اذا كانت هذه السيده محتاجه انها تاخد اسبرين ولا مش محتاجه تاخد اسبرين. الدكتور بيكتب لها حاجه اسمها اوميجا 3، والاوميجا 3 دي لها باع كبير جدا جدا ومهمه جدا 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 مع الحمل، وبيقولوا انها بتقلل الاجهاض المتكرر، بيقلل الامراض اللي هي ممكن تحصل زي الضغط والسكر، بتقلل نسبه حدوثهم، بتقلل التشوهات بتاعت الجنين، ليها باع كبير جدا جدا. وبدانا نستخدمها الاوميجا 3 مع حمض الفوليك الاثنين مع بعض مع اول حمل وحده، دول بتبقوا برضو نفس الحكايه زي ما قلنا ان دي بنعمل لها حاجه اسمها كاتيجوري ايه، يعني دول كويسين وامين جدا جدا مع الحمل. الدكتور لما بتروح بيبدا يتابع النمو بتاع في الثلاث شهور نمو الجنين. في الاول خالص بيشوف الكيس، بيبدا الكيس ده بتاع الحمل يظهر في الست اسابيع. يبدا يشوف الجنين جواه، ويبدا عن 7 اسابيع يشوف البلس او الهارت او الضربات القلب بتاعت الجنين. يبدا مع كل اسبوع يبدا يحصل تغيير، يبدا يشوف البيبي، يبدا في الشهر تاني شهر يبدا يلاقي في تكون من الدماغ بدا تكسر والبوق والجسم بدا يتكون، ويبدا يحصل نمو، وتلاقي في الثلاث شهور الاولانيين في الشهرين الاولانيين الايد بقت صغيره قوي والرجل، منظر جميل جدا ومبدع للخالق سبحانه وتعالى. والواحد بيحب دايما لما بنعمل متابعه حمل نبدا نوري الحاجات دي للسيده حتى تعلم قدره الله سبحانه وتعالى، وهتعيش مع البيبي بتاعها الاول. زمان كانت هي بتشوفه اول ما بتشوفه بعد الولاده. دلوقتي بالعلم الحديث والهاي تكنولوجي اللي احنا موجود، انا بعيش السيده الحامل البيبي بتشوفه من اول ما كان لسه كيس صغير لغايه لما بتشوفه طفل ناضج عنده 9 شهور في داخل الرحم بتاعها، وتشوف النبض بتاعه وال 4 دي او 3 دي بتبدا تشوف وشه وشكله وعينيه شكلها ايه وايديه وهو بيرضع ماسك قاعد حاطط صباعه في بقه، بيشوف كل الحاجات اللي هي بتشوفها قبل ما تشوفه على الحقيقه. نبدا الدكتور يتابع لها ويبدا يديها الحاجات، لو حصل ان هو شايف ان الحمل ضعيف شويه فبالتالي بيديها شويه هرمونات، الهرمونات دي فادتها انها تثبت الحمل، وبالتالي فتثبيتها للحمل نبدا نكمل لغايه الثلاث شهور الاولانيين. في اتصال؟ ايوه الو، معانا اتصال؟ ايوه يا دكتور. ايوه اتفضلي. انا يا دكتور حامل في نص الخامس. تمام. ورحت اكشف المره اللي فاتت، وانا في اول الخامس الدكتوره قالت لي انت جامد ضغطك عالي. تمام. وطلبت مني تحليل زلام حمل. تمام. وكان عندي في الولد الاولاني كان جامد ضغط حمل في الثاني، ولدت اخذت 9 ايام التاسع. تمام. ودلوقتي انا بقيس الضغط بلاقيه مره كويس وبلاقيه مره واطي. تمام. يعني حضرتك بتاخدي علاج للضغط ولا بتاخديش؟ لا انا ما باخدش، هي كانت مطلعه لي في الثلاث شهور الاولانيين الاسبرين دي. واستمرتي عليه الاسبرين؟ لا ما استمرتش، وقفتني فيه في الرابع. طيب ماشي. دلوقتي يا دكتور هل هيجيني ضغط زي ما الدكتوره بتقول كده؟ انت حضرتك قست الضغط اللي هي عالي، اما بتقيس الضغط بتلاقيه عالي ولا بتلاقيه طبيعي؟ انا لما بقيسه في البيت بلاقيه مره حلو ومره واطي. اوكي طيب ماشي اوكي ان شاء الله. ماشي. وبعدين يا دكتور قالت لي الجنين بتاعي ضعيف. تمام. قالت الجنين بتاعي ضعيف، وانا كنت بشتكي كده بوجع في ظهري جامد كده، ما بقدرش كده بوجع في ظهري، مش عارفه بقى وجع ظهري ده من ايه. طيب ماشي اوكي حاضر. ان شاء الله مفيش مشاكل. حضرتك هتسمعينا في التلفزيون هنرد عليكي. تسمم الحمل ده طبعا او الضغط العالي بيعمل حاجه اسمها تسمم الحمل او بري اكلامسيا، وفي لو اتساب واتهمل بيبدا حاجه اسمها اكلامسيا. احنا بنقول ان 20% من السيدات يحصل لهم البري اكلامسيا ده، خاصه لما يكون بكريه، ولقوا ان النسبه بتاعتهم دي بتقل، طبعا بتزيد مع الحمل الثاني، وبتقل في حاله لو السيده استمرت على الاسبرين حتى بعد الحمل وبعد الولاده، استمرت على الاسبرين لغايه لما في الحمل الثاني وبتاخد برضه اسبرين، بترجع ال 20%، فبالتالي ما بتوصلش النسبه بتبقى عاليه قوي وما بتحصلش تسمم الحمل مع ثاني ولاده.
مش كل يعني لما بيحصل تسمم حمل في اول ولاده يعني معناها هيحصل حمل تسمم حمل في ثاني ولاده او الضغط يعني، لا طبعا ان شاء الله مش هيكون، بخاصه لو كانت بتاخد اسبرين. احنا في التسمم حمل الاولاني دون احنا بنقول ان العامل التسمم والحمل دون بيكون اصلا البيبي. البيبي ده بيبدا يطلع حاجات من الخلاص بتاعه، ويبدا يطلعها تعجي من الخلاص، تبدا تقفل الاوعيه الدمويه بتاعه الجسم كله، وتبدا تخلي الضغط يعلى في كل الجسم، وتبدا تعمل مشاكل جامده قوي لدرجه انها ممكن تنتهي بتشنجات جامده. ولو ما كانش الدكتور طبعا ينزل البيبي قبل كل اللي هيحصل ده، ممكن لا قدر الله التشنجات تاثر على حياته. الحاله بتاعتنا دي ان هي كانت بتاخد اسبرين يعني هتخاف كويس جدا، ووقفته طبعا المفروض انه ما يقفش، المفروض يقف قبل الولاده ب 15 يوم. الاسبرين ده مهم جدا جدا في حاله تسمم الحمل، المفروض انها ما تاكلش حوادق، المفروض انها تتابع عند الدكتور باستمرار الضغط، ولو لقت بدا يزيد سنه يبقى لابد ان تاخد علاج مبكر للتسمم الحمل. مشكلة ان العلاج ان هو ما بينهيش تسمم الحمل، لكن بيأخر حدوث المشاكل بتاعته. دائما باستمرار احنا بيكون في تسمم حمل قبل كده لابد ان يكون متابعة قوية جدا مع الدكتور، وفي لحظة معينة ممكن الدكتور ينزل الحمل ده عشان صحة الام والجنين الاثنين مع بعض. فهي ان شاء الله لما تمشي مع الدكتورة اللي هي ماشية معها تاني هتبدأ تقول لها كل ده، بس الافضل انها ترجع الاسبرين طبعا تاني بعد ما تعمل تحليلات السيولة. نرجع للموضوع بتاعنا ان احنا بنقول ان ايه الارشادات اللي احنا بناخدها في اول الحمل. قلنا هناخد حمض الفوليك، قلنا هناخد الاوميجا 3، وهناخد الاسبرين لو الدكتور ده شايف ان في مشاكل ممكن تكون موجوده مع الام، ممكن يحصل اجهاض او حاجه، فبالتالي الدكتور ممكن يدي مثبتات. المثبتات دي واي شيء الدكتور بيكتبه ده جاي عن دراسه وعن علم، يعني واثق لازم العيان ياخده بدون اي ما يفكر وبدون اي ما يقول اي حاجه، لان الدكتور ده شغلته وهو عارف ودارس ايه الادويه اللي هي المفروض تتاخد وايه الادويه اللي هي المفروض ما تتاخدش مع الحمل. اما بالنسبه نبدا نكمل بقى معاها المتابعه وايه هي بقى الممكن، في حاجات بسيطه قوي ممكن تكون موجوده مع الحمل بقى، المشاكل البسيطه اللي ممكن تعمل. بتيجي الست تشتكي لو كانت بكريه بالذات تقول انا عندي الم جامد، انا حاسه ان الدوره هتيجي، انا عندي الم موجود في الحوض والالم ده بيزيد، انا خايفه الحمل ده ينزل. طيب الالم ده شيء طبيعي وبسيط جدا، مش قوي 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 للدرجه. تخيلوا ان بيحصل ايه، دايما الرحم مربوط بشويه اربطه ربنا خلقها عشان الرحم ده ما يروحش ما يقعش، فربنا خلق له شويه اربطه مكتفين الرحم ده في الحوض. في اربطه ماسكه في العمود الفقري، وفي اربطه ماسكه في الحوض من الناحيه اللاترال اللي هي الجناب، وفي اربطه ماسكه من قدام. لما بيحصل الحمل قبل الحمل الاربطه موجوده وعلى ماسكه على قدها، لما بيحصل الحمل الهرمون بيعمل ارتخاء بسيط في الاربطه، والرحم ده بيبدا يكبر، فبالتالي بيشد الاربطه دي على فوق. تفتكروا هل يا ترى ان شد الاربطه دي من غير الم؟ لازم هيبقى في الم بسيط وكان الدوره هتنزل، وده شيء بنطمنها مفيش مشاكل خالص. ما بناخدش اي مسكنات للالم ده الا اذا كان الالم ده جامد قوي قوي ومحتاجه انها نعمل لها تسكين، فبالتالي بنديها حاجه بسيطه خالص خالص بتساعد على ان الهدوء بتاع الرحم، وبتساعد على ان الالم ده ما يكونش موجود. الام المفصلات دي شيء طبيعي مع الهرمونات الموجوده اللي بتزيد. لو تخيلنا ان الطبيعي ان السيده عندها نسبه معينه من الاستروجين والبروجسترون الهرمون ده. الهرمون الاستروجين ده احنا بنقول ده الهرمون الخبيث او الهرمون الوحش، الهرمون اللي هو ممكن او يبقى يدي شكل جميل للمراه لكن ممكن يعمل مشاكل كتيره جدا جدا للمراه. هنكمل على في هرمون الاستروجين بعد ما نخلص الاتصال. الو الو، ايوه انا عندي سرطان يا دكتور. ايوه معاكي حضرتك، حامل في الشهر الخامس. ايوه وبس عندي ركبه وجعاني وعامل لي كتير وراحي. لا معلش انا مش سامعك، بتقولي ايه اللي وجعتك؟ ركبي كويس معاك؟ الركب وجعتك. وفي عروق منها اخضر واحمر وبند كده كتير. ماشي. وورميني دلوقتي لهم علاج ولا بعد الحمل يمشي؟ ما بتاخدلهمش حاجه؟ نعم؟ ما بتاخدلهمش حاجه خالص؟ لا ما اعرفش الدكتور بصراحه. انت الحمل الكام دون؟ الرابع.
كان الموجود ده العروق الخضراء دي كانت موجودة قبل كده في الحمل اللي قبل كده؟ لا دي أول مرة تحصل معايا. طيب بتقفي كتير حضرتك؟ بتحرك كتير عندي كده عجز قبل كده لازم بتحرك كتير يعني. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله. حضرتك بتقولي لي طبيعي ولا خيصري؟ لا طبيعي. طيب ماشي ان شاء الله خير باذن الله. حاضر ان شاء الله تابعينا في التلفزيون نقول لك كل حاجه. هرمون احنا قلنا ان السيده الحامل بتبقى تحت تاثير الهرمون البروجستيرون. هرمون البروجستيرون ده فايدته انه يعمل ريلاكسيشن يعني استخاء للعضلات، ارتخاء للرحم عشان البيبي يكبر، ارتخاء لذات نفس الجدار بتاع الاوعيه الدمويه الموجوده في الجسم، فبالتالي تنتفخ الاوعيه الدمويه وتعمل حاجه اسمها دوالي الساقين. الدوالي دي ممكن تمتد لغايه فوق ولغايه الموجوده تحت وتوصل لغايه حتى دوالي تكون موجوده في الرحم. الدوالي دي بتكتر مع الحمل وبعد الحمل بتبدا تقل لما هرمون البروجسترون ده هيبدا يعني. ليها اسباب كتيره جدا جدا، ممكن ارتخاء، ممكن يكون ضعيف في الصمامات بتاعتها، ليها اسباب كتيره ودي بتبقى عيب ذات نفس الجدار الموجود. المفروض ان احنا ناخد لها حاجات عشان ما تعملش غلطات. المفروض ناخد لها حاجه اسمها دايزومين، يعني حاجه موجوده دي اعشاب، دايزومين ده نوع من الاعشاب بتتاخد عشان ما يبقاش ما تعملش مشاكل. المفروض لو زادت قوي بنلبس لها شراب، الشراب ده بنلبسه طول النهار وما بيتقلحش الشراب ده الا لما تيجي تنام علشان ما تزيدش معاها الدوالي وتبدا تعمل لها تقل في الرجلين وما تقدرش توقف. المفروض ما تقفش، لازم تتحرك كتير جدا جدا. اهم حاجه الميه في الحكايه دي، شرب الميه كتير جدا، لابد انها تشرب ميه كتير. الميه دي يا اخوانا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، لقوا ان فوائد الميه دي يعني كل شيء حي دي خلايا الحيه، الخلايا بتاعتنا عشان تحيا اللي جوه جسمنا لابد يكون فيها نسبه ميه كويسه جدا. احنا بنروح عشان نسهل الطريق ونخلي احنا بنصلي 5 ركعات في اليوم، 5 مرات في اليوم، 5 فروض. لو شربنا إزازة مية صغيرة اللي هي 200 سنتي دي مع كل صلاة ونشرب بالليل قبل ما ننام هيبقى خدنا كمية المية الموجودة جدا. لقوا إن المية دي لما بتشرب كتير جدا منها بتعمل إيه؟ أول حاجة بتغسل الكلى كويس أوي أوي، وتاني حاجة بتخلي البول يدر البول كويس أوي، بتخش تعمل ووشنج الخلايا، بتعمل سيوله في الدم كويس قوي، بتقلل من نسبه الجلطات، بتصحصح البيبي، بتخلي كل شيء جميل في الجسم، فبالتالي دي مهمه جدا جدا الميه عشان الدوالي وعشان صحه الجنين. فهي هتاخد الحاجات دي ولابد انها تعمل متابعه للدكتور. احنا قلنا اول ما بتلاقي الست نفسها اختبار الحمل بتاعها بوزيتيف يعني حامل، لابد انها تروح تعمل متابعه. المتابعه لان الوقايه خير من العلاج. المتابعه دي احنا بنشوف ايه اللي ممكن يحصل ونمنع حدوثه. يعني الست اللي هي عندها تسمم الحمل المفروض انها تعمل متابعه في السريع وكويسه جدا جدا عشان ما تمنع ان البيبي ممكن يموت لا قدر الله، ممكن تخش في اكلامسيا التشنجات اللي هي تشنجات تسمم الحمل، لابد انها تبقى عشان تمنع الحاجات دي كلها. فانا شايف انها ان شاء الله باذن الله المفروض ان هي تعمل متابعه حمل وان شاء الله تكمل باذن الله. نرجع للموضوع بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلمه اللي هو الهرمون الاستروجين والبروجسترون. مع الحمل هرمون الاستروجين بيزيد قوي قوي، بيبقى اضعاف اضعاف، ممكن 1000 اكتر. فبالتالي الزياده دي الهرمون ده اصلا بيعمل مشاكل كتيره جدا، هو سبب في غمامان النفس، الدوخه، الترجيع، التعب، الزغلله، كل الحاجات دي كلها بتكون اصلا من تاثير الهرمون بتاع الاستروجين الموجود. فبالتالي السيده الحامل هتلاقي نفسها عندها كل الاعراض اللي هي عايزه ترجع وتعبانه، معدتها تعبانه والحاجات دي كلها. طيب من ضمن المتاعب برضو ان السيده الحامل نتكلم عن الترجيع. الـ3 شهور الاولانيين احنا عرفنا ايه سبب الترجيع. سبب الترجيع اللي هو الهرمون بتاع الحمل. الترجيع ده او القيء، لا اما هنبدا يبقى قيء عادي وناخد له حاجات بسيطه خالص خالص، او قيء مستعصي اللي هو اكتر من مثلا 6 مرات في اليوم، فبالتالي ده ممكن يؤدي الى الجفاف، ممكن يؤدي الى نقص نسبه الحمض في الدم، هبوط كامل، ممكن يؤثر على نزوجه الدم، ممكن يعمل حاجات كتيره جدا. فبالتالي لابد ان هي تخش تاخد تحاليل في المستشفى ونعمل لها ادميشن يعني دخول في المستشفى لمده 2 3 لغايه لما الحاله بتاعتها تصلح. لو ناس كتيره جدا او سيدات كتيره جدا ان عندها القيء ده نفسي،
اول ما بتعرف انها حامل تبدا تحصل لها قيء، وهي لما بتقول لها انك انت مش حامل ما بيحصل لهاش، لدرجه ان في ست بيكون عندها الحمل ده عزيز جدا والقيء بتاعها مستعصي وبديها علاج ما بتجيبش، اول ما اقول لها العيل ده هينزل بعد كده ننزله القيء يقف، فدي ليها نسبه برضو من الحمل. تاني حاجه لما الست بتخش المستشفى وبتقعد وحدها القيء بيقف، كان اهلها مثلا هي بتحب ترجع قدامهم او حاجه. في حاجة جميلة جدا جدا، ان القيء ده هل يا ترى ربنا عامله مهم لينا ولا لا؟ لو احنا تخيلنا قبل الثلاث شهور ما بيكونش فيه المشيمة او الخلاص، ربنا خلق الخلاص ده فلتر، الفلتر ده الدم بتاع الام ماشي يخش فوق الجنين، اي حاجة الام كلتها بتخش على الجنين على طول. لا تخيلوا بقى الفلتر ده اللي موجود يبدأ يعمل ترشيح لكل حاجه، يبدا يخلي في حاجات تخش وفي حاجات يقول لها لا ستوب انت هتتعبي البيبي، يبقى لا قدره الله سبحانه وتعالى يخلي الحاجات المسموح بيها للجنين وهتزود نموه تخش ليه، والحاجات الخطر ليه يبقى لا. طيب قبل الثلاث شهور الفلتر ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عمله لسه ما بيكونش اتكون، يوم ربنا يعمل خاصيه تانية، الاكل اللي احنا بناكله ده فيه سموم كتيره جدا، السموم دي بتعمل حاجة اسمها فري راديكال، الفري راديكال دي بتكسر الخلايا، يعني ممكن تخش للبيبي وتعمل له تشوهات، يوم ربنا يخلينا نرجع الأكل اللي كلناه نسبة حاجات ما توصلش للبيبي فيزداد الترجيع، نروح نقعد نرجع فبالتالي البيبي ده مدر. يبقى إذن الترجيع ربنا سبحانه وتعالى حتى خلقه عشان يحمي على الجنين، ففعلا صدق من قال سبحانه وتعالى ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويعلم يعلم جنوده ولا يعلم جنود ربك الا هو، فاذا الترجيع ده ممكن يكون جند من جنود الله سبحانه وتعالى. احنا بنتدخل في حاله واحده بس لو كانت القيء ده هيبدا ياثر على الام، لكنش كده في دواء بسيط بتتاخد مره قبل ما تنام والدواء ده بيوقف القيء خالص خالص. طيب السيده الحامل بتيجي تقول لي يا دكتور انا عايز اعرف انا اكل ايه وما اكلش ايه علشان ما ياثرش على الجنين، بقولها في حاجات مهمه جدا. اول حاجه الاكل اللحوم النيه ممنوعه، اللحوم النيه زي الباسترما زي اللانشون زي السجق، الحاجات اللي الناس بتاكلها دي. المايونيز ممنوع لان البيض بيبقى بيض ني، الحاجات اللي هي خطر عشان تبدا ناكلها ممكن تكون فيها اي مكروب، يبقى اذا دي ممنوعه بالنسبه لك. الحوادق طبعا ممنوعه خالص خالص. الاكل الدهون الكتيره ممنوعه. انا بيعجبني منظر جميل قوي قوي ناس بتوع التغذيه بيعملوه، بيقول لك لو انت تخيلت الاكل اللي انت المفروض تاكله في الوجبه بتاعتك عامل زي الهرم. الهرم ده ليه قمه رفيعه وليه قاعده عريضه. طيب القاعدة العريضة دي يعني كمية الأكل اللي أنت تكتر منها من تحت، أنهي نوع من الأكل تكتره؟ لقوا إن الكمية العريضة دي اللي هي ممكن تكون الحبوب كاملة القشرة زي الفول العدس، الحاجات اللي هي الحبوب الكاملة القشرة زي الشوفان القشور بتاعتها كتر منها. طيب نعلى شوية هتبقى كمية أقل، الهرم كده نعلى شوية هتبقى هي الخضروات، أي حاجة خضراء كلها، الحاجات تاكليها، الحاجات الخضراء دي مهمة جدا لأنها بتبقى فيها حاجة اسمها أنتي أوكسيدان ضد الأكسدة، احنا قلنا الحاجات اللي بتتأكسد بتعمل ما بتخش الجسم فبالتالي بتعمل الفري راديكال، الفري راديكال ده بيهاجم الخلايا يشوه الخلايا يكسر الخلايا يموتها يحولها خلايا سرطانيه، فبالتالي لما بناكل خضار كتير والخضار الملون ده يبدا يقلل الفري راديكالز، يبدا بالتالي يقلل نسبه حدوث التشوهات. طب احنا قلنا تحت الحبوب بعد كده الخضروات، اقل منها بقى الفواكه، يبقى الفواكه ناكل فواكه بس بكميه اقل. بعد ما ناخد الفواكه دي نبدا ناخد بعدها الدهون اقل، اخر حاجه قمه
الهرم ده اللي هي السكريات، لقوا ان نسبه السكريات هي سبب، او السكريات هي سبب جميع الامراض. فالهرم ده جميل، لو انا تخيلت الهرم ده معايا ده يبقى معناها احنا كويسين جدا جدا. بعد كده هو احنا بنقول ايه الزياده اللي ممكن تكون، وايه المفروض السيده الحامل ما تزيدش وزنها. في حاجه اسمها بودي ماس اندكس اللي هو 20، اقل منها اقل منها خمس، المفروض ان هي الست ما تزيدش، يعني لو زادت تزيد براحتها 15 كيلو في الحمل، اكتر منها المفروض ما تزيدش اكتر من 6 كيلو، في النص اللي هي عند اللي هي 20 دي المفروض لغايه 12 كيلو ما تزيدش فيها في طول فتره الحمل. أنا شايف إن وقت البرنامج مع الأسف بدأ يخلص والموضوع شيق جدا. إحنا لسه لينا إن شاء الله متابعة تاني في نصائح الحامل، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكمل لنا على خير بإذن الله. ما فيش قدامي إلا أن أقول إحنا شكرا لحسن مشاهدتكم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بإذن الله رمضان يكون كريم وعظيم علينا كلنا بإذن الله، ونلتقي دائما على خير. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.